السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا. من امبارح بيجيلنا أسئلة كتير على نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة. الناس كانت بتسأل الأسئلة المقالية كان عليها جدل في التصحيح وإن ازاي يتم تصحيحها وكده. فوزارة التربية والتعليم كانت منزلة بيان امبارح عن نظام التصحيح، وفي البيان ده كان فيه جزء خاص بتصحيح الأسئلة المقالية. هيتم تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاتنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم، ولو في اختلاف ما بين الاتنين المعلمين حوالين الإجابة هيتم إرسال السؤال لمعلم تالت، هيكون ده الفيصل اللي هيحكم ما بين الاتنين. توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية مش هيكون على الإجابة النهائية فقط، لا، كل خطوة الطالب بيعملها بياخد عليها درجة، كل خطوة بياخد عليها درجة، مش هيكون التصحيح أو الإجابة على الإجابة النهائية فقط. بالتوفيق يا رب الجميع طلابنا. لو عندكم استفسار على أي حاجة اكتبوا لي على الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.